في مقابلة خاصة لأخبار الآن، أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرائيل أن سوريا الديمقراطية تقدمت لمسافات عميقة داخل نهر الفرات للسيطرة على آخر معاقل داعش في منطقة الباغوز في دير الزور، مضيفا أن المعارك مستمرة حتى تطهير كافة المنطقة من مسلحي تنظيم داعش. قوات سوريا الديمقراطية منذ إعلان المعركة الأخيرة للقضاء الكامل والنهاية على تنظيم داعش الإرهابي في حوض نهر الفرات تمكنت من التقدم لمسافات مختلفة من مختلف المحاور، والهدف الأساسي هو السيطرة على بلدة الباغوز آخر معاقل داعش الأساسية في منطقة حوض نهر الفرات. العمليات العسكرية مستمرة، هناك تقدم لقواتنا ومدعوم مدعوم من قبل التحالف الدولي من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي الذي يستهدف مراكز اتصالات وعمليات داعش ومجموعاتهم المختلفة الموجودة في المنطقة. من ناحية أخرى طبعا يتم القيام بأعمال أمنية مختلفة في المنطقة، وأساسيا عمليات التمشيط للمناطق التي تم تحريرها في الفترة القريبة الماضية، وذلك بهدف كشف الأنفاق والملاجئ التي قد يكون إرهابي داعش قد أو يستعملونها من أجل القيام بعمليات وهجمات مضادة ضد قواتنا. وقد تمكنا بالفعل من كشف مجموعة من هذه الملاجئ والأنفاق والعمل على تدميرها والقضاء او القاء القبض على مجموعات وعناصر داعش الذين كانوا متواجدين في بعض منها. بكل الاحوال التقدم الذي تحرزه قواتنا في هذه المرحله سوف يستمر حتى القضاء الكامل والنهائي على ارهابي داعش في المنطقه. ونفى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطيه ان يكون هناك اي تنسيق مع النظام السوري فيما يخص العمليات العسكريه ضد داعش، مضيفا أن عناصر سوريا الديمقراطية ساهموا بإخراج المدنيين من احتلال داعش وأنقذوا أكثر من 20,000 مدني. ليس هناك تنسيق مع النظام السوري أو قوات حكومة سوريا بما يخص العمليات العسكرية ضد داعش، سواء كان ذلك من ناحية العمليات العسكرية أو حتى من ناحية موضوع إخراج إرهابي داعش من المنطقة، هو أمر غير وارد بالنسبة لنا. العمل الذي حصل في الفترة الماضية كان مرتبط بإخراج المدنيين من مناطق سيطرة التنظيم ومن مناطق العمليات، وقد تم إخراج بالفعل أكثر من 20,000 مدني من مناطق العمليات التي كانت لا تزال تسيطر عليها داعش باتجاه مناطق قوات سوريا الديمقراطية، وتم تأمين المساعدات الأساسية اللازمة لهم. من ناحيه اخرى طبعا هناك محاولات من ارهابي داعش للفرار من مناطق العمليات، وذلك من خلال الاختباء والتخفي بين المدنيين، وقد تم اعتقال العشرات من ارهابي داعش ومن افراد عائلاتهم اثناء محاولاتهم الفرار، وهم موجودون الان في معتقلات ومخيمات تديرها قوى الامن الداخلي في شمال وشرق سوريا. المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية نفى ما يتداول في الإعلام عن اتفاق بين سوريا الديمقراطية وبين مقاتلي داعش لنقلهم من دير الزور إلى إدلب أو محاولة التفاوض معهم. طبعا هذا الأمر غير صحيح، وقد نفيناه في مناسبات مختلفة. الهدف الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي هو القضاء الكامل على والنهاية على داعش، وليس نقل خطرهم أو إرهابهم من منطقة إلى منطقة أخرى. العمليات او الخطوه الاخيره او المعركه الاخيره التي نجريها الان ضد قوات او ضد ارهابي داعش سوف تستمر حتى النهايه، ولن يتم اعطاء اي مجال لاعاده ظهور داعش مره اخرى وخاصه في مناطق سوريه اخرى طبعا.